أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليكم أخواتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا الليلة حول الارتداع عن الحرام والباطل، كيف يترك الإنسان ما حرمه رب العالمين. طبعا هنالك عدة عوامل، أرقى العوامل وأبقى العوامل الارتداع الباطني من منطلق العبودية. الخادم في المنزل لا يتحرك كابن الإنسان، ابن الإنسان يأكل ويشرب كما يريد. الخادم لها حجرة صغيرة، لها محدودية في الطعام والشراب. بعض الأبناء يمد يده إلى جيب والده يأخذ شيئا فلا يقول، يقول بإذن الفحوى هذا والدي، أما الخادم أو الخادمة يا ويله من ذلك. إذن شعورها بالخادمية في الأيام السابقة، كانت الإماء في المنازل شعورها بأنها جارية، هذا ماذا يقيدها. حتى أنتم في المنزل تتصرفون بحرية، أما في الدائرة لها قوانينها، إحساسك بالوظيفة أيضا يقيدك. الموظف لا يأخذ شيئا من الدائرة إلى بيته وإلا يحاكم. إذن الإحساس بالعبودية بين يدي الله عز وجل لو وجد هذا هو المانع الأعظم، لا يحتاج إلى بيان فلسفة الحكم، هذا حرام لأنه مضر مثلا، لا تشرب الخمر لأنه يليف الكبد، لا تأكل لحم الخنزير لأنه يورثك الدودة الشريطية مثلا، هذا لغير المسلم. المسلم من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن، هذا يعيش الرادعية الباطنية. ولكن مع ذلك حديثنا الليلة في الشق الثاني، تصور الجزاء واليقين بالجزاء ولو آجلا، إن تيقنت بالجزاء أيضا هذا يردعك. لو أن أحدنا قيل له، قال له رجل القانون، إن ارتكبت المخالفة اليوم، هذه المخالفة بعد 20 سنة تعاقب عقابا شديدا، العاقل لا يقوم بهذا العمل ولو بعد 20 سنة. من كان في سن 60 ويتوقع الموت في 70 و80، يعني بعد 20 سنة سيلقى الجزاء. الكلام الكلام. أقول لكم بعض الروايات في ربط الأعمال بالجزاء يوم القيامة. أولها غريب هذا المعنى، البعض لعله يسمعه لأول مرة، من تعلم القرآن ثم نسيه متعمدا، حفظ القرآن، حفظ جزءا، حفظ سورة، حفظ سورة ياسين ثم أهملها حتى نسي السورة، لقي الله يوم القيامة مجذوما مغلولا. لعل هذه الرواية منشأ الفتوى للبعض الذين يحتاطون ولو وجوبا في عدم نسيان ما حفظه الإنسان من القرآن متعمدا. إذن حفاظ القرآن الكريم عليهم الالتفات لهذا المعنى، إن حفظ سورة أو جزءا يحتفظ بها إلى ساعة الموت،
لأن هذا نوع استخفاف بهذه السورة. إنسان عليه مهر من زوجته وهو يماطل وهو قادر، بعض الرجال عندما ينجب يرى أن امرأته تحت قبضته، لو طالبها بالمهر كأنها تطالب بأمر حرام، يقول اسكتي وإلا مثلا أعمل كذا وكذا. هذا الإنسان نعم ظالم لزوجته، انظروا إلى جزائه. من ظلم امرأة، رواية مروية عن النبي الأكرم، من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زاني، عند الله يعني عند البشر هو متزوج. ولكن الاتفاق هكذا، زوجتك نفسي على المهر المعلوم، إذن المهر لا يدفع، كأنها زوجت نفسها من دون مقابل، إذن هذا اعتداء عليها. لا أقول شرعا هو زاني، ولكن عند الله كأنه زاني. الآن الكلام واقعا مخيف، يوم القيامة رأيت في بعض الروايات تنصب الموازين ويحاسب العبد من دون ترجمان، إن رب العالمين يتكلم مع عبده، ويا له من موقف مخيف. يقول الله عز وجل له: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم تفلي بالعهد. أنا الذي أمضيت حكم الزوجية، هي سلمت نفسها لك ولكنك أنت لم تسلم لها مهرها، فيتولى الله عز وجل طلب حقها. المحامي هو رب العالمين. وأن يحذروا الظلم في دار الدنيا، الآن المظلوم قد لا يجد مكتب محاماة، ولكن يوم القيامة رب العالمين هو المحامي، فيستوعب حسناته كلها فلا يفي بحقها. الحكم العادل يقول: يا فلان، أكلت من مهرها 1000 دينار، أعطها من حسناتك فلا يبقى له حسنة، يعني يعطيها لهذه المرأة فلا يفي بحقها، فيؤمر به إلى النار. هذا الألف يوم القيامة رب العالمين يقدرها 1000 حسنة، وعنده 500، يعطي 500 ويبقى 500، يؤمر به إلى النار. يا لها من رواية مخيفة. كذلك من صور العقوبة، هذه الروايات، هذا اللحن من الروايات موجود في كتاب ثواب الأعمال لمن أراد أن يتوسع. إنسان يجد فقيرا، نعم مسلما، يهينه لفقره، يرى مسكينا في الطريق على باب المسجد هكذا، لعل يتفق بعض المصلين يضربه برجله، يقول قم من هذا المكان، لعل المكان مكان عام لا حق له بذلك. يهينه من أهان فقيرا مسلما من أجل فقره، يقول واستخف به: فقد استخف بحق الله ولم يزل في مقت الله عز وجل وسخطه حتى يرضيه. اذهب إلى أين تذهب، لعمرة أو لغيرها، أنت ممقوت عند الله عز وجل، إلى أن تجد ذلك الفقير وتقول: يا فلان سامحني إن وجدته، ويتفق أن هذا الفقير يغيب عنك إلى الأبد، ماذا تصنع؟ إذن هذا أيضا من ثواب الأعمال وجزائها.
في قديم الأيام لم تكن هذه الأبواب المحكمة على الدور، كان ساتر أو حتى الساتر لم يكن. اطلاع الإنسان على عورة الجار كان ممكنا، مثلا ستار بسيط يضربه الريح فيرى الإنسان المرأة في وضع غير لائق. البعض يتلصص يمر على باب الجار والباب مفتوح، هذا المعنى يتفق. الفنادق كما يقال أمامه غرفة أخرى، إذا فتح الباب هناك سرير النوم مثلا، يمر وعينه على الغرف يمينا وشمالا، هذا اطلاع على عورة الناس. ماذا جزاؤه؟ من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة، الرجل عورته تعرفون، ولكن المرأة عورتها كل البدن ما عدا الوجه والكفين على فتوى، فنظر إلى شعرها أو شيء من جسدها كان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين. الآن لماذا المنافقين ليس مع الكفار؟ يقول الذين كانوا يتبعون عورات الناس في الدنيا. المنافق يبحث عن عيوب المسلم والمؤمن ليفضحه. هذا الإنسان أيضا كالمنافق نظر إلى عورة الغير. الملاحظ في هذه الروايات أن الجزاء من سنخ العمل. رواية أخيرة، أجارنا الله من عذابه يوم لقائه. طبعا هذه الرواية كما يقال هنيئا لصاحبها وويل لصاحبها، كيف؟ إن قاوم هنيئا له، إن لم يقاوم يا ويله. من قدر على امرأة أو جارية حراما، قدر أي تمكن منها. نعم، في غرفة مغلقة هي دعته إلى نفسها أو هو دعاها واستجابت. هذه الأيام المشهورات بالفاحشة كثيرات، إشارة واحدة العشرات منهن يأتين، مع الأسف هذا في بلاد المسلمين. قدر على امرأة ساعة ارتكاب المعصية تركها، لما؟ مخافة الله، كان غافلا، مشى في المقدمات، ساعة الحرام استيقظ فتركها، هذا ماذا جزاؤه؟ حرم الله عز وجل عليه النار. أنا أفهم من هذه العبارة أن هذا التحريم من نوع خاص، لو أن الإنسان بعمله لم يدخل النار هذا جزاء عمله. ولكن ذكرنا قبل قليل مسألة المرأة التي حرمتها مهرها، من الممكن والله العالم من قام بهذا العمل حتى لو كانت عليه مظلمة العباد يوم القيامة رب العالمين يسهل أمره. ولهذا تقول في الدعاء اللهم أرض الخصوم عني بما شئت، يعني تبعات العباد يا رب تحملها يوم القيامة. إذن هناك امتياز خاص للبعض، رب العالمين يقول أنت محرم على النار ولو فعلت بعض الهفوات نحن نصلح الأمر. إذن حرم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر وأدخله الله الجنة في ذلك اليوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت. رب العالمين يجعل هذا الإنسان في أمنه وأمانه. إلهي بفاطمة
وأبيها وبعلها وبنيها والسر المصر المصطفي. عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. أبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.